بعد قليل سوف نستمع للمزيد من الموسيقى والغناء الرائعين لريم كيلاني وفرقتها. قبل ذلك أقول مبروك لكل من فازوا الليلة، ومبروك أيضا لكل من شارك في هذا المهرجان الذي شهد مجموعة كبيرة من الأعمال المذهلة التي نقلت لنا صورة مذهلة أيضا للتغيير الكبير الذي يشهده العالم العربي خلال السنوات الماضية. وأنا واثق أن السنوات المقبلة سيكون فيها الكثير من التغيير الذي يستحق حتما أن نتوقف عنده. لكم منا جميعا أطيب التحيات وإلى اللقاء. وشوقي وشوقي وشوقي.